عدنا اننا نرحب معانا هنا في الاستوديو في استوديو اكسبو 2020 بسعاده الاستاذه مريم بثنيه عضو المجلس الوطني الاتحادي. اهلا وسهلا فيكي ونورتينا. وقبل اي شيء نقول لك كل عام وانتم بالف خير يا رب. كل عام واحنا وانتم بخير يعطيك وامان لدول الخليج ولدول العالم العربي ولدول العالم كله. اللهم ما في مثل الامن والامان. اليوم نبي نبدا مع مريم، ابي اشير كلمه سعاده لانه الامارات كلها سعاده. صحيح. ابدخل شوي اكثر مريم المواطنه. مريم المواطنه كيف تعبر اليوم بمناسبه اليوبيل الذهبي وهي تتنفس في هذا اليوم لعام 50 لدوله الامارات العربيه المتحده اللي كلنا والله سعداء، فما بالك الاماراتيه؟ يعني احنا سعادتنا اليوم لا توصف اخوي حمود، يعني ان احنا نوصل اليوم في يوم 50 هذا بالنسبه لنا احنا اكبر انجاز تحققه الدولة، مو بعشان ان احنا كملنا الخمسين ولكن ما حوته الخمسين عام. نعم. الى ما وصلت اليه الدولة، يعني يوم بنتكلم اليوم احنا في هذا المحفل الكبير اكسبو ما كان بيكون لولا قيادة طموحة وطموحة عالي. همة. وهمة. وقيادة مع الناس. فهي تقود الناس، لأن القيادة بمعزل عن الناس لن تصل إلى مكان. والمكان اليوم اللي إحنا فيه ما كان بيكون لولا كانت البدايات، وهي بحلم، كان حلم يراود الشيخ زايد وحلم يراود حكام هذه الدولة بأن تكون هناك دولة واحدة متحدة. ومثل ما تعرف أن إحنا الدول العربية معروفة أن هي دولة واحدة، فمن السهل أن تتكون أو تتشكل هذه. صح. الدول، ولكن أن تتكون دولة من سبع إمارات وأن بحكم إداري في كل أمارة، يعني نعم. قبل الاتحاد كانت تعرف بالإمارات المتصالحة لأن هناك في أعراف وعادات وتقاليد. نعم. ونسب يربطها. نعم. ولكن أن تكون هناك تحت ظل قيادة واحدة كان هذا التحدي، وقد رهن يعني رهنت دول كثيرة على فشل هذا الاتحاد، ولكن اليوم إحنا في اليوم 50 نثبت للعالم بأن القيادة الطموحة كانت وسخرت كل الإمكانيات لتصل لهذا اليوم وهي لازالت دولة واحدة. اللهم لك الحمد. يعني الآن لو تكلمنا عن وبناسبة طبعا هذا الحدث الرائع 50 عام مضى على الاتحاد الإماراتي، في 10 مبادئ تم إعلانها بهذه المناسبة. صحيح. أعطينا عنها نبذة. المبادئ اللي تم إعلان عنها من صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للخمسين سنة القادمة هي ليست بجديدة ولكنها كتذكير مع تحديثات طرأت عليها. فعند قيام الاتحاد قبل 50 عام كانت هناك أسس قامت عليها الدولة، وهي الحفاظ على الاتحاد، التوفير الحياة الآمنة في الدولة، توفير الحياة الآمنة والسعيدة لشعب هذه الدولة وكذلك للمقيمين. صح. اليوم احنا نتحدث عن دولة الإمارات، نتحدث بكل من يعيش عليها، لا نتحدث عن الإمارات. نعم. فقط. نعم. فهذا يمكن اللي يعني دائما تسعى له دولة الإمارات. نعم. فمن هذه الممكنات اللي هي الاهتمام بالاتحاد، الاهتمام بالاقتصاد، التركيز على التعليم، ولكن على نوعية التعليم. بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة فيما سبق بالتعليم، ولكن اليوم هي تنظر إلى ما بعد التعليم الذي سيوصلها إلى رؤيتها الطموحة العالية جدا التي أوصلتنا اليوم إلى الفضاء، وهي تسعى إلى أن تصل إلى الكواكبات. فاليوم نوعية التعليم اختلفت، ولكن هناك قيم راسخة ثابتة كانت عند تأسيس الدولة وستظل باقية معنا، اللي هي التسامح والسلام والعلاقات المتميزة الخارجية والداخلية، الحفاظ على أمن الدولة، الحفاظ على سمعة الدولة داخلها وخارجها. نعم.